أعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة بضحايا العدو الإسرائيلي في يومه 91، وبلغت الحصيلة المعلنة 162 شهيدا سقطوا في 15 مجزرة خلال 24 ساعة ماضية. أصيب في تلك المجازر أيضا 296، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و 57910 جرحى منذ 7 أكتوبر. براء محمد ضم إلينا الآن مراسلنا من داخل غزة أحمد برهوم. أحمد أهلا بك. أهلا صفاء. إذن أكثر من 15 مجزرة إسرائيلية خلال 24 ساعة ضعنا في آخر المستجدات على الساحة هذا المساء. نعم صفاء، ندخل في الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تزال الغارات متواصلة ومستمرة في سياق العملية العسكرية. المجازر والإبادة الجماعية للمدنيين في قطاع غزة مستمرة أيضا، 162 شهيدا في ارتكاب 15 مجزرة ضد المدنيين خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة تتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 22600 شهيد و 58000 إصابة منذ 7 أكتوبر. هذا مؤشر على المجازر والإبادة الجماعية التي يعيشها قطاع غزة. كما تتحدث وزارة الصحة عن 70% من ضحايا العدوان على القطاع هم من الأطفال والنساء، بنسبة 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح لم يعرف مصيرهم بعد، و70% من المنشآت مدمرة. كذلك نتحدث قبل لحظات من الآن عن انتشال 3 شهداء و7 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. كذلك ميدانيا في مدينة رفح صفاء، ليلة أمس قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو سنجر في خربة العدس شمال مدينة رفح وارتقاء 6 شهداء وعددا من الإصابات. أيضا قصف مدفعي مكثف وعشوائي شرق محافظة رفح. كذلك الزوارق الحربية تطلق نيرانها تجاه السواحل البحرية للمدينة. كذلك في مدينة خان يونس وصل مستشفى ناصر الطبي 2 إصابة نتيجة إطلاق طائرات المسيرة الإسرائيلية النار على مجموعة من المدنيين. أيضا انتشال شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جور العقاد بخان يونس جنوبي قطاع غزة صفاء. إذ وصل منذ فجر اليوم مجمع ناصر الطبي أكثر من 12 شهيد في الغارات الإسرائيلية المستمرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كذلك وسط غزة صفاء هناك قصف إسرائيلي استهدف شقة في عمارة تعود العائلة البرديني في مخيم المغازي. أيضا عددا من الإصابات في قصف استهدف منزلا لعائلة المسلم بجوار مسجد الفلاح في مخيم المغازي صفاء، وانتشال عددا من في قصف محيط بوابة مدرسة البنات الابتدائية في مخيم المغازي. كذلك الوضع في شمال القطاع، نتحدث عن انتشال 5 شهداء في قصف من طائرة مسيرة داخل مقبرة الفالوجة غرب مخيم الجبالية، لا سيما يوم أمس انتشال أكثر من 30 شهيد في قصف مربع سكني في مخيم جبالية شمال القطاع. ربما يمكن القول انخفضت وتيرة القصف اليوم، لكن لا يزال القصف المدفعي مستمر ومتواصل في محاور التقدم في قطاع غزة. بالتوازي مع ذلك صفاء، يمكن القول كتائب القسام تقول في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وصرايا القدس من استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين في منطقة معن بمدينة خان يونس. أيضا كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس. كما تتحدث عن أن تمكن مجاهدي القسام من تفجير حقل ألغام 3 عبوات مضادة للإفراد في قوة إسرائيلية ووقوعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة. أيضا استهدف التجمع
عن الآليات وجنود مدينة خان يونس بقذائف الهون، كذلك الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس، حيث تركزت في محيط منطقة المحطة وشارع جلال ودوار أبو حميد في مدينة خان يونس. هذا يحمل رسالة إيجابية من قوة التصدي للمقاومة ووقوع الجيش الإسرائيلي بخسائر باهظة الثمن، لا سيما تابعنا مشاهد من الاشتباكات الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي والبريج صفاء. نعم، وصلت الصورة. شكرا لك أحمد برهوم مراسلنا في غزة.